السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي جريدة المغرب الحر. كما كتشاهدوا في الصورة عائلات اللي صدر في حكم ديالها بالإفراغ اللي تقريبا أزيد من 40 عام وما كارين اليوم غادي يجيو باش يتم تنفيذ الإفراغ ديالهم تقريبا شي 4 الأسر. السلام عليكم. حنا سيدي جانا إفراغ في جاونا ديك السيمانه اللي فاتت داروا معنا في هذا النهار 16 يجيو عندنا ودابا سيدي ما عندنا حنا فين غنمشيو وما عندنا فين غنتلاحوا وبغاو يخرجونا وبغاو يروحوا حوايج في الزنقه وقال لك اللي لقاو في الدار يعتقلوه وكنخلصوا القنوانين ديالنا كنخلصوا سميتو هذا الكرا ديال السيده كانت تجي تاخذوه من عندنا في الاخر تحبست لنا ماشي 3 سنين باش حبست ما بقاش غتاخذوه كنحطوا لها في المحكمه دابا سيدي ما بقاش غتاخذ من المحكمه وجابت لنا البوليس جابت لنا العون وجابت لنا عباد الله بغاو يخرجونا من هذا المحل هذا وحنا ما عندنا فين غنمشيو واش حنا دابا نطيحوا للزنقه من نهارنا غنديروا كتر في الزنقه من نهارنا غنتشردوا حنا ولادنا كبروا ولادنا هنايا تادوا هنايا وولدوا وعندنا ولادنا كيقراو وعندنا حنا بنفسنا ما عندنا فين غنمشيو الغرب الله ما عندنا فين غنمشيو اسيدي حنا دابا حنا كيتكبسوا علينا هاد الناس هادو بغاو يخرجونا من محلاتنا وكنطالبوا من اي واحد كيشوف هاد سميتو هاد الفيديو هذا يشوف فينا في بر الرحمه وحنا ما عندنا فين غنتلاحوا راه غنديروا قطن في الزنقه ما عندنا فين غنمشيو. سلام خويا حنا هاد الناس هادو كيجيو يتعداو علينا ما تلاو خلاونا لا نعسو على خاطرنا لا ناكلو على خاطرنا لا نبركو مع والدينا على خاطرنا فيما كيجيو ويوقفوا علينا بحال باغيين يخرجوا داعش ولا باغيين يخرجوا شي بزناس ولا شي حاجه وحنا ما دايرين لهم حتى حاجه القوانين ديالنا كنحطوها لهم في الصندوق بغينا نعرفوا هاد السيده اش باغا وهاد القانون اللي واقف معاها اشنو باغي عندنا اللي السيده بعد تشهدت الملكيه هذه كيفاش باغا هي يا حقها وباغا دارها وباغا بلادها حنا ما فهمناش هاد الشيء هذا وما فهمناش هاد القانون هذا كيداير بغينا عم فهموه بغينا عم فهموا هاد القانون هذا كيداير. واحد السؤال اختي واش هادي نتوما ساكنين في الشقه ولا براكه؟ واخويا وبراكه كواخ وكواخ عباد الله كواخ ودايره هي يا شقه ودايره غرف وبغيت نعرف هاد الشيء اللي كتشوفوا قدامكم واش غرف واش شقق هاد الشيء اللي بغينا حنا نفهموه حنا ما بغاش تدخل لنا الدماغ حنا هاد السيده هادي عندها ارض عاريه كيفاش ارض عاريه وعليها السكان 45 سنه وحنا كنخلصوا لها في الكره وتجي في الاخر تقول لنا خرجوا بغيتش نعرف اش من الحق هذا واش من القانون هذا واش من الدوله هذه كون غنمشي خرجنا على برا نمشيو لاسعين بحال سوريا كون عباد الله تهلاو فينا وكون وقفوا معانا وحنا اللي المغرب ديالنا ومغاربه حرار يقول لك خرج الزنقه وداعي في الزنقه بغيت نعرف هاد الناس هادو اش من القانون اش من القانون هذا اش من القانون بغيت نعرف انايا تيخرجوني وخرجوا بعد 80 عام ويخرجوا الزنقه اشنو اشنو هذا اشنو هذا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كما كتشاهدوا في الصورة توتر العائلات اللي صراحة بغاو يتموا إفراغ ديالهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل شيء جاي
حاتونا الحاكم عند البوليس عند الحيان عند الدارات عند كلشي غادي عند كلشي جاي وفوت الأراضي شردونا بغى يشردونا بغى يشردونا. وعندي رجل مريض ما عنده لا لانتريت ما عنده حتى شي حاجه، وجات قالت لي دابا قالت لينا خرجوا. فين بغينا نمشيو وليدي؟ ها فين بغينا نمشيو؟ والباب اللي دق الباب اللي دقيناه كيتسد علينا. فين غادي نمشيو حنا اسره؟ فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ ما عندي لا ولد لا ما عندي لا ولد لا والو، ما عندي اللي من خدام عليا. والراجل مريض عنده القلب عنده الطنسيون عنده الفضاق. فين غادي نمشي؟ فين غادي نتشرد انا وهذا الراجل وهذا؟ فين غادي نتشرد؟ فين خرجوا جاو داغين وقال لك خرجونا حنا للزنقه؟ لا سيدي حنا ماشي معقول، ماشي معقول. ما عندناش فين نخرجوا، ما عندناش فين نخرجوا. حنا كنطلبوا من المسؤولين ونطلبوا من جلاله الملك وكل من يسمع يشوف فينا. الباب اللي دقيناه الباب اللي دقيناه كيتسد، الباب اللي دقيناه كيتسد، الباب اللي دقيناه كيتسد. فين غادي نمشيو لهاد الراجل؟ فين غادي نمشيو؟ حياتنا كنا دوزناها هنا، ولادنا ولدناهم هنا، كل شيء ولدنا هنا. وعلى الاخر يقول لك سيري تعودنا يعودونا، يعطونا فين نسكن. الله يجعل ما يعطونا في الزباله نسكن فيها، يعطونا فين نسكن. فين غادي نتلاح انا وهذا الراجل؟ هذا الصرا فين غادي نتلاح احنا؟ الصرا فين غادي نتلاح؟ عقول ليا انا كنطلب من ربي الله يفرجها من عنده كل من يسمع، الله يجازيهم بخير وجلالة الملك يشوف فينا. والباب اللي دقيناه كيتسد، اش غادي نديرو؟ واش نتلاح انا وهذا الرجل في الزنقة؟ ها واش نتلاح انا وهذا الرجل في الزنقة؟ ها هو يلاه مريض مريض عنده الفضاق عنده القلب عنده الطنسيون عنده كل شيء. سما ما تسدت سما ما باقي شوية. هو دابا اش غادي ندير؟ عاقول يا ولدي يعطوني على واحد الحل، يديروا معايا حل، يديروا معايا حل. واش دابا عاجي نتايا شهر هذا على قدو اللي ما كان نعسو ما كان نعسوش كنباتو فايقين نكونوا دايرين هاك والناس كتسرح، حنا كنباتو كنمشي لا حرك لا حرك الباب عشان حتى بغينا نمشيو للطواليت ولينا كنخافوا. حنا خايفين علاش؟ اش درنا؟ جو تفاهموا معانا يعطونا سكنه يديروا معانا التاويل. على يجوا يشردوا بغا يشردونا بغا يشردونا بغا يشردونا. والمرض كاين وبغا يشردونا حنا في الزنقه. حنا اش درنا؟ اش درنا؟ اش من ذنب درنا؟ حنا كنطلب ربي منكم المسؤولين والله يجازيكم بخير كل من يشوفنا وكل من يسمع فينا يعاونونا. حنا راه الباب اللي دقيناه وليدي كلشي تسد في وجهنا. فين ما مشينا كيتسد علينا البيبان، كلشي تسد علينا، كلشي تسد علينا وليدي. الله اللي كنطلب ربي لمن يشوفنا ولمن يسمعنا ولمن كلشي يشوف من حالنا. رحنا مظلومين اولدي، احنا مظلومين. ربي ولدي فين غادي نمشي انا وهاد الراجل؟